السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناة وصفات ناجحة. طيب فيديو تاع اليوم ان شاء الله غنشوفوا فيها الزواقات اللي كتجي رائعة بزاف. كما كتشوفوا هو تنبت بالعقيق بدوك الحجيرات الكبار والعقيق داك البيض الضاير. قبل ما نبدا نتمنى الناس اللي كيشوفوا القناة اول مرة يدعموني بالاشتراك وديروا جيم الى عجبكم لا فيديو، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد القناة. كما كتشوفوا معايا هنايا انا خديت العقيق الطويل، هو باش بديت يعني كنرسم هذوك المثلثات ديال العقيق الطويل هما الاولين. انا هنايا درت المثلث، درت عقيقه فقط، غادي نزيد عقيقه قدامها يعني كندير جوج عقيقات جوج عقيقات، هما باش كنبقى رسم المثلث ديالي. كنمشي مباشره من البلاصه منين خرجت الابره، منين دخلت الابره هي منين كنخرجها تقريبا، يعني كنفوتهم غير بشويه باش يجيوني متناسقين، ما يجيش بيناتهم واحد الاسباس كبير بحال هكذا. يعني بحال تقولي هذا المثلث هذا كنرسموه بجوج عقيقات، وحنا غاديين بحال هكا. يعني كما كتشوفوا انا راه مرشمت في الثوب، ما حتى شي حاجه، ما خدمت على كانفا ما والو، يعني مباشره فوق الثوب. عينك ميزانك كتبقاي تشوفي وديري المثلث ديالك على حسب انت كبغيتيه. انا درت السطر الاول، مازال غنعاود السطر الثاني ديال العقيق. بحال تقول انا غير كنرسم هنايا الزواقه ديالي، يعني اول حاجه كنبدا بالعقيق الطويل كنرسم هذوك المثلثات حتى نسالي من العقيق الطويل، هذا غنبقى نعمر. ندير العقيقه الثانيه، قلت من الاحسن نبدا لا فيديو حتى يقرب يسالي عاد نصور لكم باش تبان لكم زعما النتيجه، وكذلك تعرفوا شنو درت من الاول. يعني هكا باش بديت كنرسم في دوك المثلثات بالعقيق الطويل، كندير جوج قدام جوج وكندير مثلث كبير، يعني فحال كل مثلث كندير فيه 8 العقيقات، يعني 4 على اليمين و 4 على اليسار. ثاني حاجه انا غندير هاد الحجره اللي كاينه الفوق، كما شفتوا راني دكاليت الابره ديالي باش تبت لي الحجره. انا هنا دابا ندير هاد العقيق الضاير اللي بيض، غادي نبدا من الفوق عفوا، يعني من راس المثلث ومنين كنبدا، وكنحاول ما نخليش واحد الاسباس بيناتهم، يعني يجيو شويه بحال تقولوا متلاصقين شويه. الرشيمه كتجي واعره بزاف، كدار في القفطان الجوهره، والقفطان كما كان يعني غير يكون سامبل يكون لون واحد، وكذلك كتجي حتى في الجلابه كتجي غزاله بزاف، يعني هي مشارجيه شويه مي كتجي في الثوب اللي سامبل يعني يكون لون واحد. تقدر تجي حتى في الكم، يعني الا بغيتو ديرو في الكم غادي ديرو هي واحد تسطير شويه هكايا ديال واحد 6 سنتيم بحال هكاك، ما غاديش تدوروا على الكم كامل. كما شفتوا انايا هنايا في الراس ديال المثلث درت عقيقه واحده واني نازله، وكنزيد في العقيق عاود السطر الثاني غندير جوج عقيقات. كما شفتوا السطر الثالث دابا غادي ندير ثلاثه العقيقات،
يعني والسطر اللي موراه غادي ندير ربعة الحقيقات، يعني ما حدي انا نازله في المثلث وكنزيد في الحقيقة. وهذه الحقيقة الثالثة. بالنسبة لهذا السطر غيكونوا فيه أربعة الحقيقات. بالنسبه لهاد الحقيق البيض كاين فيه تاهو الغالي والرخيص، كاين اللي كيتباع بالعبر، كاين اللي كيتباع بالبكيه، على حسب انت وجهتك. هذه هي الحقيقه الرابعه ديالي. دابا انا غادي نطلع المربع اللي فوق، عفوا المثلث اللي فوق، غادي ندير هذوك ثلاثه الحجرات الكبار وغنثبتوهم مزيان. انا بالنسبه لي هنايا غادي نثبتو معايا من واحد الجهه، غادي نوريكم الشكل، يعني نتوما فاش تكونوا تخدموا راه تثبتوا داكشي مزيان. بحال هاد الشكل هكا كنحطو اللي في الراس المثلثيه الاولى، هاد كنحطو هادوك الجات اللي من فوق منها، غنثبتهم وغادي نرجع معكم باش تشوفوا النتيجه. انا هنايا ثبت الحقيق ديالي، دابا غادي نبدا ندير في داك الحقيق البيض. ثبت الحجر عفوا، غندير دابا داك الحقيق البيض بنفس الطريقه اللي درت المره اللي فاتت في المثلث اللي فات. يعني كنبدا من الراس الفوق، كندير الحقيقه الاولى وانا نازله وكنزيد في الحقيقه. يعني انا نازله غندير دابا جوج حقيقات، عاود دابا غادي ندير ثلاثه الحقيقات. والسطر الاخير غادي ندير فيه اربعه الحقيقات. كما شفتوا النتيجه كتجي واعره بزاف، راكم شفتوها في المقدمه ديال الفيديو، كتجي غزاله غزاله بزاف، يعني وعاط يا الديكور. كنحاول ما نخليش لي سباس بين الحقيق ديالي، يعني باش يجيني داكشي متناسق وممطوي، يدخلوا لي كاملين في المثلث، ما يكونوش خارجين على المثلث على برا كما شفتوا. ونحاول نخدم في نفس السطر. وكانت هذه هي النتيجه، نتمنى تعجبكم الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالانضمام في القناه، والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي اول مره دعموني بالاشتراك، ديروا جيميل عجبكم الفيديو. والسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.